إذا أذن ده قاعدة، إذا أذن بالفتح فلا تنظر إلى البشر. خلص. طبعا تألمت جدا وغير مقبول ومفيش. خلي بالك بعيدا عن الناحية الدينية، ليه نقطع في رموز مصر الغاليين من أول مصطفى كامل وسعد زغلول؟ رموز مصر كمان رمز ديني اجتمع عليه الشعب المصري. هو إيه المطلوب؟ هو إيه المطلوب؟ إن أنت عايز تحطم معنوياتنا؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده؟ يعني إيه الرسالة؟ لما كله وحش مين الحلو؟ ده على فكرة دي مش وطنية بعيدا عن التدين. ليه؟ لأن أنت بتهز رموز الوطن. ليه تعمل كده؟ عايز أسأل حضرتك على رمضان. نعم. داخلين لو هنعمل جدول عبادات ونهي الله وضحيات وسلوكات، تعال نهذب نفسنا ونسأل ونفيد المتابعين، لو نحط كده خطة 30 يوم استنى 10 نيجي البيت فين؟ لا الخطة 30 يوم هو أول حاجة إنك لازم فعلا تعمل جدول بمواعيد. أنا وصلت الأرحام واحد. أنا وأنا جاي لك في الطريق دلوقتي جاي لك. نعم. الجدول هتدور نحطه على الصفحة. أول ثلاث أيام من رمضان كل العيلة اتصلت. كل سنة طيبين كل سنة طيبين، واتصلت مش بقول لك تروح تزور حد. يبقى أدي بند أنا وصلت الأرحام. أدي واحد. اتنين، أنا وذكر الله لازم يبقى لك ورد ذكر في رمضان. لازم، ده هو ده القوة اللي هتخليك يحلو رمضان في عينيك. ثلاثة، أنا والصلاوات الخمس. إدي الصلاوات الخمس عناية واهتمام وحب وتركيز وعطاء وأول الوقت. أربعة، أنا وإطعام الطعام. لازم تأكل حد كل يوم في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان عتقا لرقبته من النار. عايز يحلى من كده؟ أنت مش من أهل النار، أكلت واحد. قال رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم. قال يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما ولو على تمرة أو مسقة لبن. مسقة لبن يعني ربع الكوباية دي. يا رسول الله، حديث ثاني، أي الإسلام أفضل؟ إيه أحسن حاجة في الإسلام؟ قال إطعام الطعام. يا سلام، أكلوا الناس، أكلوا الغلابة. هو ده كده أول توقيت. أيوة أكل الناس تعتق رقبتك من النار. ده أدي ده جزء تاني في العبادة. ولو يا أخي طبق تديه لحد غلبان، حاجة بسيطة. أنا مش بقولك بقى وحنعمل ومائدة رحمة، حاجة بسيطة أكل الناس. أنا وركعتين بالليل قبل السحور، أنا وربنا لوحدينا في أوضة. يا سلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير لهما من الدنيا وما فيها. والله يا جماعة من أجمل ما في رمضان ركعتين بالليل، غير التراويح، ركعتين بالليل وبعديهم ادعي 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 ادعي، وكأن دي باكتش كده لوحدها. يعني في ذكر وفي صلوات خمسة وانت صايم الحمد لله وفي تراويح، بس ربع ساعة. طب بس أنا مش حافظ حاجة من القرآن، امسك المصحف أو امسك موبايلك واقرأ من الختمة بتاعتك اللي انت ناوي تختمها في رمضان، واقرأ منها وشوف بعد يومين ثلاثة الحلاوة اللي في قلبك. وبعد ما تخلص الركعتين اطلب اللي انت عايزه. أما جميلة جمال طول رمضان. بس آخر حاجة، أنا وختمة قرآن وختمة بإحساس. بتلتين القرآن تقدر تفهمه من غير لغة عربية، بس انت اللي مش عايز تسمع، لأنه بيكلم عن الجنة، بيكلم عن النار، بيكلم عن يوم القيامة، بيكلم على عظمة الله، بيكلم عن قصص، بيكلم عن خلق الله. إيه اللي مش عارف تفهمه؟ في كلمات صعبة، وإيه عديها. ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن سهل لل، فهل من مدكر؟ حد حيركز؟ هتفهم بس.